أما هلأ كمان رح نحكي عن شيء تطوعي وخيري كمان وإنساني سالي. رح نتعرف ضمن محطتنا التالية على أنشطة جمعية الشباب الخيرية اللي افتتحت مركز نموذجي متخصص للتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومجانا. وضعته الجمعية بالخدمة مع افتتاح الموسم الدراسي الجديد. لنحكي أكثر عن المركز، شو بيقدم من خدمات. طبعا مثل ما قلنا هي مجانية. أكيد رح نرحب برأفت حاجة حمود، مديرة قسم الاحتياجات الخاصة بالمركز. يسعد صباحك. صباح أهلا الله. وسهلا أهلا. فيكي. أهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي، وبدنا نتشكركم بالبداية قبل النهاية على هذا المركز النموذجي اللي دائما بنخص هيك له دائما بصباحنا غير فقرة معينة لنقدر نحكي عن هدول الأشخاص المتميزين. كيف إذا كان في مركز نحكي عن المركز النموذجي للتخصص وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ تفضلي. صباح الخير، وبيسعدني أنه أتواجد معكم اليوم. أنا مركز جمعية الشباب لذوي الاحتياجات الخاصة تم تأسيسه من تقريبا 2011. تم تأسيسه من ضمن طبعا مبادرات جمعية الشباب وأقسامها المتعددة. المركز بيقدم خدمات مجانية لذوي الإعاقات، توحد، متلازمة داون، صعوبات تعلم، تخلف عقلي، بخدمات تخصصية وبشكل أكاديمي ومدروس وعن طريق خطط وأهداف معينة. نعم. يعني ذكرتي أكثر من مشكلة عم يعانوا منها ذوي الاحتياجات اليوم. هل في توجه لدمجهم مع بعض أو في جلسات فردية عم بتكون للمعالجة؟ خبرينا عن هاي الجلسات، شو بتتضمن؟ في مثلا أطفال أو إنه استفادوا على هاي الجلسات؟ تمام. أكيد. هلا نحن في عنا بالإضافة لموضوع الدوام المدرسي الكامل، مثل أي طفل مدرسي بيجي على المدرسة وبيروح بآخر الدوام، في عنا جلسات فردية بيتم خلالها الشغل مع أطفال التوحد، تواصل وتخاطب، جلسات اضطرابات النطق، تصحيح النطق، جلسات تعديل السلوك، بالإضافة كمان لجلسات الدعم النفسي لعائلات وأسر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل ما نشتغل معهم، لأنه أحيانا بيكون في مشكلات نفسية ناتجة عن وجود طفل بالعائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فنحن ضروري إنه نشتغل مع أهله قبل ما نشتغل معه. صحيح. وبعدين نبدأ نشتغل معه للطفل بجلسات يومية أو أسبوعية حسب الحالة وحسب شدتها وحسب استجابة الطفل. تمام. تقسم يمكن أستاذ رأفت هالجلسات لجلسات فردية، خلينا نقول جلسات تعديل السلوك، وأيضا هناك بعض الجلسات دعم نفسي فردي. تمام. يعني ما بيكونوا جلسات جماعية مع المجموعة. يمكن حضرتك هلأ نوهتي كل حدا بحسب حالته. حالات متعددة ومتنوعة طبعا تدرس وفق لسلوك الشخص اللي هو ضمن المركز. كيف بتتعاملوا مع هدول الأشخاص؟ تماما. هلأ كل طفل هو حالة بحد ذاته، أو خليني ما مو قول طفل، لأنه نحن أحيانا كتير ممكن أنه نشتغل مع بعمر مثلا المراهقة، بعمر الشباب، وأحيانا ممكن يكون في جلسات دعم نفسي لناس كبار بالعمر، فنحن كمان بنستقطب هذا هالفئة العمرية. يعني ما بنقول لهم لا أكيد بدنا نشتغل معهم. بصراحة عم تكون الجلسات فردية، أكيد ما فينا ندمج نحن كل الحالات مع بعضها، وحتى بنفس الإعاقة أو نفس الحالة كل شخص مختلفة. هو حالة بحد ذاته، ما فيني أعمم أنا، فبتكون الجلسات فردية. حالات نجاح كتير طلعت من عنا، حتى في حالات إنه تجاوزت منظور الإعاقة لحتى تلتحق بمدارس عامة من الأطفال. نعم. ضمن المدارس يلي في عندهم غرفة مصادر، ودائما في تشبيك بيننا وبين المدارس مشان نحن نضل متابعين الحالات يلي طلعت من عنا، وإن شاء الله الأمور يعني بألف خير يا رب. نعم. يعني عم نشوف صور في سالي الكادر التدريسي أيضا، خبرينا عنه أكثر. هل هو مدرب للتعامل مع الحالات الخاصة؟ بنعرف في حالات عادية صعبة ومتوسطة. تمام. فخبرينا كيف عم يتم التعامل مع هاي الحالات، وأيضا عم تحكي عن قصة المناهج حتى الطفل بغير أعمار، بما أنه الدمج ما كتير لسه منتشر بالمدارس، مو كل المراكز فيها دمج. صحيح. كيف عم تتعاملوا معهم؟ هلا بالنسبة للكادر اللي عندنا، هو كادر مدرب لحتى يتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الإعاقات.
أكيد بالمركز عم يكون الفصل بين الحالات تبعا للعمر العقلي وللحالة، يعني وليس للعمر الزمني. نعم. حالات متشابهة أكيد ما رح تكون مثل بعضها تماما، بس حالات متشابهة بيكونوا موجودين مع بعضهم. الأخصائيات كل أخصائية موجودة بتشتغل مع المجموعة اللي عندها، وفي جلسات طبعا ضمن الموضوع الجماعي يلي بنشتغل عليه اللي هو أكاديمي وتعليمي، في جلسات فردية. بالنسبة للمناهج اللي بنشتغل عليها، نحن بنفضل أنه تكون المناهج هي نفسها مناهج رياض الأطفال، وبعدين وقت بيتجاوز الطفل فئة أولى تانية ثالثة ننتقل لمرحلة منهاج الدولة الابتدائي، الصفوف أول ثاني ثالث رابع. لوين فينا نوصل نحن؟ يعني العمر يلي ما ممكن بقى دمجه ضمن المدارس العامة نحن بيضل موجود معنا، بنشتغل معه على هذا الأساس، كل ما تجاوز مرحلة ننتقل لمرحلة ثانية. نعم. أيضا نقطة كتير مهمة فينا نحكي عنها هي دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأشخاص العاديين واكتساب الخبرات والتعلم، حتى تمام. الأشخاص العاديين بيتعلموا منهم مهارات، إنه بيمتلكوا ذوي الاحتياجات الخاصة من المهارات يمكن أحيانا بتفوق الأشخاص العادية. صحيح. سبحان الله. صحيح. في ملكات يعني بيحطها فيهم، وملاحظ جدا من الشغل اللي عم نشوفه ضمن الصور. عملية الدمج كيف عم بتكون وكيف هيك عم تحسيهم فارقين؟ تمام. هلأ نحن الدمج في عنا أنشطة كتير، عنا أنشطة ممكن ناخدهم على الملعب، ممكن ناخدهم على مول، ممكن يعني فنحن بنحاول اجتماعيا يكونوا مدموجين، رحلات، نزهات ممكن ناخدهم. فدائما الدمج عم يكون لمصلحة الطرفين. أولا هي عبارة عن ثقافة اجتماعية طبعاً. لموضوع الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، أنه هن مثلهم، يعني الطفل أو الشاب ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة هو مثله مثل أي إنسان تاني بهالمجتمع، فنحن بدنا نتعامل معه بشكل كتير طبيعي وبشكل كتير مريح، بحيث أنه كمان ما نسبب أذى نفسي للعائلة. تمام. في عندي حالات نجاح كتير، في عندي إحدى الحالات، أحد الحالات شاب تفوق على شاب طبيعي بمكعب الروبيك، يعني ب 44 ثانية قدر إنه ينجز، هو كان بسباق مع شاب تاني هو بيدرب على مكعب الروبيك فتفوق عليه. عندي حالات تفوق بالأمور الأشغال اليدوية، عندي حالات تفوق بأمور الرسم والفنون. يلي راحوا على المدارس العامة في عندي منهم توحد، في متلازمة داون، في تخلف عقلي. عم نلاحظ انه بالوتيرة الشغل تبع يعني معهم من قبل الكادر التدريسي المدرسي، انه يعني عم يكونوا فيهم افضل من الطفل الطبيعي واهدى من الطفل الطبيعي، والتعامل معه بيكون اسهل، يعني عم يكون اسهل. فهذا الموضوع كثير نحن بحاجة له بمجتمعنا. صح. بصراحة اكيد، يعني وخاصة مثل ما قلتي احتواء هالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه بدهم رعاية كتير خاصة وبدهم يمكن أدوات للتعامل معهم. أكيد. يمكن نحكي أكيد. عن الأدوات اللي أنتم عم تستخدموها بإيصال المعلومات لهالأطفال، وكيف في أنشطة ترفيهية عم تقوموا فيها، يعني شفنا أشغال يدوية مثل ما قلتي، في تفوق فيها، أعمال حرفية، خبرينا اليوم هيك كيف عم بيكون نهارهم. تماما. هلا نحن بشكل عام مبدئيا رح اقول لك على الادوات الانسانيه اللي هي الاخصائيين اللي عم يشتغلوا معهم. نحن بدايه نهارنا بيكون بتمارين رياضيه، حيث انك تحكي الطفل، تصحي، تفيقي، بنكمل معهم بدايه اليوم ببرنامج معين. تمام. في عندنا وسائل تعليميه، مثيرات بصريه بنشتغل فيها كمان معهم على حسب الحالات وعلى حسب نسبه الاعاقه اللي موجوده عندهم. في عندنا انشطه وتدريبات، سواء كان بالأمور اليدوية، في عنا أنشطة حركية نحن بنشتغل معهم حسي حركي، بحيث أنه تدريبات على رقصات معينة، على أغاني معينة بيحفظوا ومنقدم. وكان في عنا نحن احتفالية من فترة بمدينة الشباب. حلو. يلي هي بنقدر، وكان الإنجاز رائع جدا وملفت للنظر وغير متوقع، يعني كونهم احتياجات خاصة ما حدا متوقع انه ممكن يكون في عندهم هالروح الحلوة والحس المرهف وهالطريقة بالأداء. ف
فكان كثير الموضوع ملفت بالنسبه لهم. في عندنا كمان انشطه خارجيه بالنادي الرياضي، يعني بيروحوا بيلعبوا رياضه اللي ممكن ايروبيك نشتغل معه. حلو. كره قدم، في نزهات كمان بنطلعوا النزهات ورحلات جماعيه. بنحب بنفضل انه وقت بيكون في رحلات جماعيه انه ندعي الاهل بحيث انه كمان هن يحسوا نحن واقفين معهم، لانه نعم. نحن دائما يعني جمعيه. حلو. الشباب يعني مو بس بتقدم خدمات، كمان بتقدم رعايه نفسيه. أكيد. ومحبه. نعم. هون خلينا يعني نفوت شوي انسانيا في الجانب الانساني ونقول انه هدول الاشخاص التعامل معهم هو التعامل مع خامه نظيفه تماماً. ونقيه تماماً. يعني بتنبسطي معهم. أكيد. هدول الأشخاص أكيد. اللي أنت طاقة إيجابية صراحة بكل معنى الكلمة، طاقة إيجابية ما في نوايا بيحملوها، التعامل معهم بيكون بكتلة من الحب والمحبة، وأكيد هون عم يتعلقوا فيكم. أكيد. يعني قديش هالنقطة نذكرها مهمة إنه هن معتبرينكم كل شيء بحياتهم. تماما. هن أنتم مصدر الفرح وعم تكونوا راعيين طبعا مع الأهل. نحن دائما بنقدر هذا الموضوع يعني. تماما. حتى بالنسبة لموضوع التعلق، بيوم العطلة الطفل أو الشاب بيفيق من الصبح وبيلبس وبيجهز حاله لأنه هو بده يروح على المركز، فعم يكون مشكلة عند الأهل يوم العطلة. يعني الأهل عم يناقشوني إنه يوم العطلة فينا إنه مثلا نلغي أو، لأنه كتير عم يعذبني. يعني العقوبة تبعهم عند أهلهم ما في روحة على المركز. يعني تصوري أحيانا في طلاب طبيعيين إنه هن ما بدهم يروحوا على المدرسة. لا، عنا بالنسبة لنا طبعا التعامل الإنساني والتعامل بمحبة والمشاعر كل ما كانت أكبر بالنسبة لهم عم يكون في تعلق ومحبة واستجابة أكبر. أكيد. يعني لذلك بتمنى أنه مو بس نحن كمركز أو كجمعية نشتغل بهذا الموضوع أو على هذا الأساس الإنساني، بتمنى أنه المجتمع كله يكون في عنده النظرة الإيجابية لهم. أكيد. نظرة الشفقة بلاها، مثلا كثر الاسئله للاهل بلا، بنحس دائما انه الاهل في عندهم جرح بقلبهم انه انا عم يطلعوا بابني كذا او هيك، انا ما بدي نظره. هي ثقافه شفقة. يعني زينب احيانا بتشوفي ثقافه اهل. تماماً. يعني الولد صحيح. مثل ما بيعلموه اهله، اذا علموه انه هذا الطفل مثلك مثله يعاملوه، فنحن يمكن بنلغي هذا تماماً. الموضوع تماما. لهالسبب بالمركز عندي كمان انا في عندي اطفال طبيعيين طبيعيين تماما ما عندهم اي مشكله عقليه، فانا عم حاول اني ادخل هاي الفكره طفل طبيعي مع اطفال ذوي احتياجات خاصه، والوضع تكامل. طبيعي كثير يعني عم يكون، حتى الاهل لا يعاملوا يعني كحاله خاصه موجوده عندهم كاحتياجات خاصه. نعم. يفترض نعم. يدعمها نعم. كطفل طبيعي، لا افراط بالدلال ولا افراط بالاذيه. نعم. او العقوبه او اي شيء ثاني سلبي او ايجابي. اكيد. يعني عمل نبيل خلينا نقول برعايه الاحتياجات الخاصه وخاصه مجانا بظل الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي عم نمرق فيها، يعني هي شغله كثير حلوه ومنيحه، ونتمنى اكيد انه هالاطفال فعلا يطلعوا متفوقين مثل ما عم نشوفهم باكثر من مهنه ومجال. نحن نتشكرك موفقه انت والكادر التدريسي، والتوفيق لكل الطلاب. شكرا كثير لكم وشكرا على الاستضافه. شكرا. واجبنا. شكرا لك واهلا وسهلا فيكي نورتي.